جماعة كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا كويسين. رجعنا لكم في فيديو جديد. حس إحنا قاعدين في أوضتنا، أوضتنا يعني شوية جايطة، هي كانت جايطة لكن إحنا جوطنا زيادة عشان نمشي واحدة 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 زي كده. مثلاً الأنوار هناك يعني شوية هي جايطة بس نحن هننظفها مع بعض عشان بكرة العيد. كاتب نفس الوقت هنخد لكم الكاميرا وهنصور لكم نحن كيف هننظف اوضتنا. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك شير اند سبسكرايب اند دونت فورجيت تو فولو اور انستغرام. باي. انا هسيب انظف هاي جايز. ف this is my doll house. I always buy that. يعني لما مريت انا بلعب مع دي بوتيتا هدا. بس انا بصور عشان تلعب مع نورا برضه. تعالى لازم نرتب البيت علشان العيد. بكره في يعني شويه ضيوف جايين او كثير ممكن يلعب معانا. في شفاعه العيد عشان كده العيد الليله ده حلو لانه فتحوا شوية البلد والناس والكورونا بتقل. اقصد الكورونا يعني جديدة جديدة. ايوه شوف دانيا بيكون ناس يكسر جديدة. اها جديدة تتا دي قطة نورة. دي قطة نورة. وين قطتك يا نورة؟ هي اصلا من زمان نفسها نفسك قطة انت صح كديسة؟ اه دي دانيا. دانيا بتعمل في الملايات الجداد. طبعا دي جبناها من السودان. هشمو؟ اه يا سلام. كان في شيء محسيل العيد. طعم العيد السوداني حلو ملون وكذا فيها شيبس وحاجات حلوة. حتى احنا نايمين ممكن نقعد نعين لها كذا. وانا متابعة بنقسم الحاجات لبعض عشان يعني الحاجات كثيرة. الحمد لله نحن يعني اخوات وعايشين مع بعض فبنساعد. هل انتم بتساعدوا امكم في البيت؟ قولوا يس اور نو في الانستغرام حقنا. هنزل لكم كمان يعني الفيديو ده في الانستغرام عشان تمشوا تشوفوه. اغنيتنا حقت العيد هتنزل بكره. ما بعرف بكره بعد بكره ما بعرف. انا مبسوطه شديد شديد شديد. ان شاء الله تعجبكم. احنا كلنا منتظرين. حتى انا وتعالى ما شفنا الاديت حق ماما بس احنا مصورونا وكذا. فكمان هنعمل عملنا فيديو حق خلف الكواليس لما ننزله هنقول لكم. انا مبسوطه شديد يعني. اهلا يا جماعه رجعنا لكم بعد ما نظفنا الاوضه وفي كمان مفاجاه كبيره كبيره لكم هتشوفوا بكرة اللي هو الغنية ونحن ما في نساكم بس ما هتنزلها. امشوا شوفوها. فأول شيء زي ما كنتوا شايفين كان هنا في كركبة. شلنا الكورونا بورا هناك. المفاجأة هي انه هننزل فيديو جديد واللي هو عن الغنية. امشوا شوفوه يا جماعة حلو شديد. قعدت أكثر من ساعة 15,000 ساعة ولا 10 يعني ماما صحتنا زي 9:30 كده. We get ready. We got ready at 10 بعدين يعني اتشغلنا ده كله ليكم لحد الساعة 12. ما ليكم يعني للورلد يعني للناس للعيد يعني عشان تكونوا مبسوطين في كورونا. بس ممكن نمشي عشان بكرة انت عارفين ليه يعني نظفنا عشان يعني في يعني الكورونا بقت تقل شوية وقلنا في العيد الناس حيجونا فقلنا ننظف اوضتنا. كانت وسخان شديد. طبعا مريم دائما تجينا وايوه she plays with us a lot and we love her too. big shout out to her. فكانت اوضة وسخانة. بكرة قلنا رحنا ننظفها عشان بعد بكره العيد فقلنا ننظفها. سوري لو هنا في شويه بيلوز حقون السفره. يلا هسه I'm gonna make a tour for you. طبعا ده الباب. هنا كان في كرار في الارض. ده الكيتشن شايفينه. اوكي ده سالي نوره.
كان هناك بقى عديل كده هنا المكوى ما عارفة ايش هذا الوردروب هنا في المويات وهنا البيت عروسة كان كوشة شديد وهناك عملنا سرايرنا ملاية حلوة زي ما داني قالت من السودان سويلو الإضاءة ماشى عشان قلنا نصور الريفيل بعد ما اتغدينا فأيوة So guys, this was the video, the kind of video, Leila. Don't forget to like, share, and subscribe. Dinura, Nura, قولي hi. Hi, Jessica, Duda. إحنا قلنا هنقفل الباب بس دخلته. خلاص بنقفله هسي. Bye guys, don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to comment down below. Follow us at Instagram. Bye.